مرحبا، اسمي ميسان عودة وأنا من غزة فلسطين، عمري 23 سنة. أنا أصلا مدربة في مجال الجندر وريادة الأعمال وهي الشغلات، ومتطوعة في العمل المجتمعي، بس كمان بحب صناعة المحتوى، يعني من جديد مش من زمان. اشتغلت على برنامج حكواتية، وهو برنامج علشان أحكي فيه للعالم ولكمان الناس في غزة عن أهم الأماكن في غزة، كيف ومين ومتى وليش انبنت وقديش هي مهمة. هذا الشيء كمان بيخلينا نكون عندنا نظرة على بنية مجتمعنا الثقافية والحضارية، وين رايح ووين كان. بعدين كملت في برنامج اسمه ليش لا، وهذا برنامج برضو نشرته بالسوشيال ميديا تبعتي. هذا برنامج علشان اناقش فيه التبوهات المجتمعية، ليش هيك بصير وليش لا، ليه ما هيك يصير. وهدفي من الاثنين ومن اي شيء جاي من حكواتي اثنين كمان اللي جاي ان شاء الله، انه اساهم في تشكيل الوعي المجتمعي، اخلي مجتمعي يكون قادر بالضبط يعرف اهم النقاط اللي لازم نشتغل عليها، الجيل الجاي بالضبط كيف بيفكر وشو بده، سواء من الشباب او من اليافعين اللي جايين.